كان في ولد صغير مستخبي عند الشجر وكان خايف جدا علشان كان شايف تعبان قدامه، والولد قال لنفسه حتى لو التعبان ده قضني انا مش هطلع اي نفس. والحكايه ان في مكان قريب منه كان في 3 عساكر المان قاعدين، وكان واضح له جدا انه حتى لو التعبان ده عضه ممكن يقدر يعيش، ولكن لو العساكر شافوه هيموت على طول. ولان من كام يوم كده العساكر الالمان دول دخلوا القريه بتاعته وقتلوا كل اللي فيها، وما فيش حد فضل غيره على قيد الحياه. والولد سيرجي ده انكتب له عمر جديد بفضل العمه جارتهم دي، وقدر انه يعيش، وهيفضل فاكر طول حياته البلد اللي هو عاش فيها والمشهد بتاعها وهي بتتحرق، وعلى طول هرب بعيد في وسط الادغال وتاه. امي امي، الولد ده كان عنده 6 سنين، لكن ازاي قدر انه يعيش لوحده في الادغال؟ ولما كانت الجزمه بتاعته بتتقطع كان بيربطها بورق الشجر، ولما كان بيجوع كان بيروح يدور على التوت البري وياكله، ولما بيعطش كان بيشرب ميه المطر. ولكن سيرجي كان شجاع، وكان لما بيقابل موقف خطير كان بيستخدم فروع الشجر ويدافع عن نفسه، بس هو في النهايه برضه ولد صغير عنده 6 سنين. وبعد كام يوم كان سيرجي بردان وجعان جدا، وراح في النوم وقتها، ومن حسن حظه عسكري روسي لقاه نايم، وكان العسكري ده لسه مخلصش مهمته ورجع قبل بدري للمعسكر بتاعه. والقائد كان متضايق لما شاف سلوك العسكري ده، ولكنه لما شافه شايل في ايده طفل صغير قال تعال يا ليزو وساعده، والكل كان بيشيل الولد الصغير بكل حرص، وكان وش سيرجي مجروح من الناموس اللي في الغابه. ولما شاف سيرجي معامله العساكر له حس بامان معاهم، وعرف انه وقتها تم انقاذه. ولما سألوا سيرجي فين ابوك وامك كان سيرجي بيعيط بشكل مستمر. ولما عرف العسكري المسؤول عن الاكل ان في طفل في المعسكر بعت شويه اكل باقيين من العساكر، وكل العساكر كانوا بيعاملوا سيرجي بكل عطف وحنان، وسيرجي دلوقتي بقاله مده طويله دلوقتي في المعسكر، وعرف كل العساكر اللي موجودين وكانوا بيحبوا يهزروا معاه، وفي نفس الوقت كان ليه عارف عسكري جديد وكان هو بيتكلم معاه كان بيساعده في عمل الناي. وبعد كام يوم الولد ده بعتوه يتعالج في المستشفى العسكري، وهناك كان الكل بيحبه وكانوا بيعتبروه زي ابنهم، وحتى الممرضة آشا. ولما المعركة انتهت ولما القائد لوكن شاف سيرجي حبه قوي هو كمان، وكان سيرجي عاوز يشوف المسدس بتاعه، والقائد اداله المسدس بتاعه عشان يلعب بيه، وحتى انه سمح لسيرجي انه يرسم له طيارة على دراعه. ممكن نقول ان سيرجي كان هو سر سعادة كل المعسكر، وكان سيرجي زي الملاك الصغير اللي الناس كلها حاسة بالامان في وجوده، ولكن هم في الخط الامامي مش في مدينة ملاهي. وعلى طول القائد قدم طلب عشان يخلي سيرجي يمشي من المعسكر، ولكن الممرضة آشا كانت مش عاوزة سيرجي يمشي ويسيبهم، وفضلت تترجى في القائد لوكن بلاش تخلي سيرجي يمشي من فضلك، بس لوكن مش موافق، ولكن ما كانش متخيل ان العسكري التخين هو كمان جاي يترجاه وجاي بالنيابة عن كل زمايله، وقال له ان العساكر كلهم لما بيشوفوه بيكونوا مبسوطين وحاسين انهم بيحاربوا في المعارك دي عشانه، ولكن برضه القائد لوكن رفض. ولكن محدش يعرف ان هو كمان عاوز سيرجي يفضل اكتر من اي حد تاني. والنهارده سيرجي لابس الجزمه الطويله عشان خلاص هيمشي، ولما عرف انه خلاص ماشي كان حزين جدا. انا هستناك، انا خايف عليك من الموت. وفي الوقت ده وتقريبا كده لوكن تراجع عن قراره وسال سيرجي انت نفسك تبقى ابني؟ العساكر عشان ينجحوا في الاختبار كان لازم قبل ما عود الكبريت ينطفي يكونوا مغيرين هدومهم، وطلب لوكن من سيرجي يعمل كده بالظبط، ولكنه ما عرفش يلبس في المده القليله دي. وسيرجي اللي بقى زي ابن القائد لوكن خلاص بقى واحد من افراد المعسكر، ولما العساكر شافوه باللبس العسكري كلهم ماتوا على نفسهم من الضحك. ولكن الحرب مش بالسهوله دي ومليانه مآسي، وفي الوقت ده بدا الالمان يهاجموهم، وفي وسط المعركه كان خايف سيرجي ومذهول، وفي الوقت المناسب ابوه القائد لوكن جه وانقذه من الموت. ولما الغاره خلصت سيرجي الولد الذكي راح على الخيمه بتاعه الجرحى وبدا يساعد كل الجرحى في شرب الميه، وكمان كان بيغني لهم وبصوته الجميل كان بيغني الاغاني الوطنيه، وكان الجرحى لما بيسمعوه بيغني كانوا بيحسوا بتحسن وكمان بالحماس الشديد، وكانوا بيقولوا اكيد احنا هننتصر في الحرب دي. كان سيرجي كل يوم الصبح بيقلد لوكن وهو بيحلق دقنه، وبعد كده بيروح على مكتب ابوه يستقبل المهمات بتاعته، ومن كل قلبه كان بيحس انه محارب عظيم. لوكن كان بيقدر ده جدا وقال لسيرجي في جواب عاوزك تروح توصله، واخد الجواب وجري عشان يوصله، وقدر انه يوصل للمكان بتاع الجوابات، وكانت لحظه سعيده بالنسبه للعساكر، كلهم كانوا حواليه لما وصل عشان كل واحد يستلم الجواب بتاعه، وعشان كل واحد يستلم جوابه سيرجي كان بيطلب منه طلب انه يرقص رقصه قدام العساكر. وسيرجي مش بس كان بيقوم بالمهام البسيطه دي، وفي اوقات الفراغ كان بيطلع النضاره المكبره للعساكر اهدوها له ويراقب بيها المعركه من بعيد. وفي وسط كوم اش لاحظ ان في حد بيتحرك،
عارف ان في حاجة خطيرة بتحصل، ورجع على طول على المعسكر وقال للعساكر اللي كانوا مشغولين في الاكل على كل اللي شافه. ولكن مين هيصدق طفل عنده 6 سنين بخصوص مسائل عسكرية زي دي؟ وكمان المعسكر ده متراقب كويس، ازاي يقدر حد من الاعداء انه يدخل هنا؟ ولكن هم برضو اخدوا كلامه جد، وراح معاه 2 من العساكر عشان يروحوا يشوفوا الحكايه. ولما وصلوا هناك ما كانوش مصدقين ان في كوم القش يلاقوا 2 من الالمان مستخبيين، وهم كانوا هنا عشان يتجسسوا عليهم ويبلغوا القياده بتاعتهم عن طريق مكان الدخان. ولما شافوا اللاسلكي، العسكري اللي سيرجي قال له على الخبر ده كان قاعد على الارض، وقدر سيرجي انه يحقق نجاح كبير، وما كانش بيهزر لما قال لهم ان في حاجه غريبه بتحصل، وعشان هو عنده شعور ان ده واجبه كجندي ولازم يقوم بيه. وعلى طول العساكر التانيين بلغوا الخبر ده للقائد، وعرف القائد ان ابنه حقق الانتصار الكبير ده. وكل يوم كالعادة كان بيوصل سيرجي الجوابات للعساكر، ولكن احيانا كان بيبقى مرهق وتعبان جدا، ولما كان بيعرف اي خبر كان على طول بيروح يبلغ ابوه، ونزل الكاب بتاعه وادى التحية لزميله العسكري. ويعتبر ده اصغر عسكري في تاريخ الاتحاد السوفيتي، عنده 6 سنين بس. وبرغم من معارضة القائد والعساكر، كان سيرجي بيحب صندوق الذخيرة اللي يعتبر في نفس وزنه تقريبا عشان يوصله للعساكر. وفي وسط الانفجار كان الصوت بيهزه، ولما شافه العسكري التخين بيجري في الخندق غضب منه جدا وقال له ارجع حالا دلوقتي، وقال له شكرا انك قدرت توصل للذخيرة. ولكن شجاعة سيرجي كانت حاجة محدش يتوقعها ابدا. ولما رجع عند القيادة عرف ان في عطل في اللاسلكي، وعلى طول اخد السلك ومشي معاه لغايه النهايه. ولكن مفيش حد كان متخيل انه ممكن يمشي كل المسافه دي وسط الخنادق ويعرض جسمه للرصاص والنار، واستخدم ميزه ان جسمه صغير وبدا يوصل للسلك. ووصل عند العسكري اللي مسؤول عن اللاسلكي، والعسكري قال له ازاي يقدر يصلح العطل، والحراره رجعت تاني والعطل اتصلح. ولكن محدش كان عارف ان سيرجي هو اللي عمل كده. وبعد فترة القائد لوكن هو والجنود كلهم سابوا الخط الأمامي، وهم بيمشوا وصلوا بيت ريفي عشان يستريحوا فيه شوية. ولكن سيرجي شاف حاجة لحاف شكله غريب في البيت ده، والراجل صاحب البيت قال له ده يبقى المخبأ، وقال كمان إن الشيء المرعب إن المخبأ ده موجود فيه دان الطيارة من الألمان، ولكن محدش عارف ليه هي ليه ما انفجرتش. والناس دول اضطروا انهم يتعايشوا مع الموقف وتفضل موجوده. ولما القائد عرف ان في دانه موجوده قال لكل العساكر سيبوا المكان بسرعه، وقال للعساكر المتخصصين في القنابل يتعاملوا معاها، وعلى طول قدروا انهم يشيلوها من بيت الناس القرويين دول. وده يعتبر نصر كبير برضه لسيرجي، ولكن في الوقت ده هو كان بيلعب مع الاولاد. وبعد كده استمروا في المشي، وكان سيرجي وهو راكب العربيه بيدي التحيه للعساكر. ولكن فجأة وصلوا لمكان قريب من خط العدو، وسيرجي لما شاف العسكري أبو دقن اللي بيحبه جدا مات قدام عينيه، وحتى أبوه القائد هو كمان اتصاب. وعلى طول بلغوا القيادة باللي حصل، وكالعادة سيرجي كان بيأدي التحية قدام أبوه عشان المهمة الجديدة. ولما جنرال شاف الطفل الصغير ده قال للقائد فتش عن العساكر وشوف هل الزي بتاعهم تمام ولا ايه. ولما استلم سيرجي الامر راح يجري وسط العساكر وقال لهم اتجمعوا حالا. ولما سمعوا اوامر سيرجي كان حتى الجنرال مبسوط على الاخر، وشال سيرجي ومشي بيه واداله شوكولاته من اللي العساكر بياكلوها. ورغم انه مرهق بس سيرجي كان لازم ينفذ الاوامر، وبسرعه تحت قيادته سلم سيرجي قايمة بالإمدادات اللي هم كانوا محتاجينها للجنرال، واستغل فرصة إن الجنرال مبسوط منه وطلب منه طلب بخصوص أبوه القائد، وقال له تسمح لأبويا القائد إنه يتجوز آشا. وبعد كده كان في هجوم. في الوقت ده سيرجي قدر إنه يستخبى في الخندق، واكتشف إن أبوه اتصاب وقدر إنه ينقذه وينكتب له عمر جديد. وفي آخر الفيلم الجنرال أهدى وسام الشرف لسيرجي قدام العساكر كلهم. الولد ده كان فعلا في الحقيقة عسكري، والفيلم ده بيستند لأحداث حقيقية حصلت فعلا. والقائد لوكن الحقيقي كان بيقول انه اول ما شاف سيرجي وهو مصاب ما قدرش يمشي ويسيبه للعساكر الالمان. والاطفال مش ممكن يشاركوا طبعا في الحروب، ولكن مين اللي اتخلق عشان يكون مناسب للحرب؟ خلصنا، انا اسمي رامو، اتمنى تكونوا استمتعتم بالقصة دي. الى اللقاء. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.